مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير على حضراتكم، برحب بيكم حلقة النهاردة من ساعة صبحية. إن شاء الله نهار سعيد يكون مليء بكل الخير على حضراتكم بإذن الله. اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلتي وصديقتي العزيزة عبير صلاح. أهلا بك يا عبير، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا مها، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدينا مشاهدي برنامج ساعة صبحية. صباح يوم جديد سعيد عليكم إن شاء الله. صباح الخير يا مها، النهاردة يوم جديد، عايزين نتكلم في أهم حاجة بتهم كل الناس اللي قاعدة في البيت بعد الحظر. صحيح، احنا في الحظر كله بيشتكي من زيادة الوزن. احنا طبعا كورونا تقريبا اتكلمنا في كل تفاصيلها بكل احداثها، هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا وهي زيادة الوزن في فترة الحظر. ايه رأيك يا مها؟ الحظر طبعا كان ليه مساوئ كتير جدا بصراحة، غير ان احنا بنبقى قاعدين زهقانين ومش لاقيين يعني حاجة نعملها فترات طويلة، بالذات فترة المساء، ويمكن في شهر رمضان الكريم وفترة العيد كمان اليوم كان يعني كده متلخبط، ساعات النوم كانت متلخبطة، وبالتالي ناس كانت بتسهر فترات طويلة، وده طبعا مع السهر بيكون في قابلية لتناول الطعام، او ان احنا يكون شهيتنا يعني فيها اكتر قابلية ان احنا ناكل، وده من المساوئ، لان كلنا الحقيقة خرجنا من رمضان والعيد زايدين في الوزن. كنا دايما بننصح كده مع حضراتكم خلال برضو حلقاتنا في شهر رمضان وفي العيد ان احنا نحافظ على الوزن بقدر المستطاع، نحاول ننتقي للاغذيه والاطعمه المفيده، كمان الاطعمه اللي فيها فيتامين سي دي مهمه جدا، خصوصا ان احنا بنمر طبعا بازمه فيروس كورونا، ودي من الحاجات المهمه ان احنا يكون عندنا تدقيق في نوعيه الطعام اللي بنتناوله، يكون في تنظيم ايضا لمواعيد الاكل. يمكن رمضان شويه ما كناش قادرين نعمل كده علشان كان في التزام بميعاد للفطار، وطبعا السحور في ناس كانت بتتصحى، في ناس ما بتحب تتقل في السحور، ودي طبعا ثقافة وحسب قدرة الإنسان أو فكرة إن هو بيحب الأكل أو بيحبش الأكل. لكن العيد هي عبير إحنا كلنا دخلنا على مشكلة تانية، مشكلة المسليات والحلويات. صحيح. اللب السوداني، الفول، الحمص والترمس وحاجات العيد، والمحامص تقريبا أكتر حاجة شغالة الأيام دي. كمان ست البيت الشاطرة بقى اللي بتعمل بتصنف يوم بسكوت، يوم كيكة، يوم أم علي، يوم والمواهب كلها طلعت بصراحة، في المواهب كلها طلعت، حريم ورجالة يعني ستات ورجالة وكله بيدخل المطبخ، حتى الولاد الصغيرين والشباب حابين يدخلوا المطبخ. كمان بدأنا نصنف وننوع وننزل من على الانترنت طرق لأكلات سريعة وسهلة نعملها، غنية جدا جدا بالنشويات وغنية بالدهون وغنية بالكوليسترول، وضربنا بكل الكلام ده عرض الحائط. بس الحقيقة زي ما مها قالت، احنا لازم نهتم بالأكلات الصحية جدا اللي فيها فيتامينز عشان نقوي جهاز المناعة. وبمناسبة جهاز المناعة، في كتير قوي قوي قوي، والموضوع بقى قريب جدا مننا بالنسبة لفيروس كورونا، بس في ناس بتعدي منه وفي ناس بتقوم كويسة. أنا ما بقولش إن الموضوع سهل، بس مش بالصعوبة اللي الناس متخيلينها. الأنفلونزا بتموت عدد كبير جدا كل سنة، فده زيه زي الأنفلونزا، بس ما ينفعش يحصل حالة رعب وهلع وفزع أول ما حد يعرف إن هو مصاب بكورونا. لا، إحنا ممكن نلتزم الهدوء ونتعامل بشكل هادي جدا جدا جدا، ونحاول ان احنا نديله الأدوية اللي موصوفة، ونقوي جهاز المناعة عن طريق الأكل الصح، الفاكهة، الخضار ولا غيره. اعتقد يا عبير احنا يعني طالما بنعمل اللي علينا من ان احنا بنتغذى كويس، بناخد الإجراءات الاحترازية، خصوصا الناس اللي بتنزل اشغالها، فكرة ان يكون معاك مطهر، فكرة ان انت كل كده فترة تدخل تغسل ايديك بالمية والصابون، دي من الحاجات الأساسية والهامة جدا. ارتداء الكمامة من اكتر الحاجات فعلا حقيقة في التوقيت ده تحديدا حتقينا من الإصابة إن شاء الله بإذن الله. وخلينا كده يكون عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى أكبر، إنه في النهاية ده قدر، في النهاية ده عمر، اللي مكتوب له إن هو هيتوفى بسبب الكورونا أو بسبب غير الكورونا هيتوفى، ما ده أجل ربنا كاتبه لكل إنسان. لما هتيجي ساعة كل إنسان مننا خلاص مفيش حاجة هتأخر الميعاد ده. فخلينا يكون عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى أكبر من كده بكتير، نتوكل على الله، نعمل اللي علينا، يكون عندنا ثقافة الغذاء السليم والصحي، نهتم جدا بتغذية الأطفال الصغيرين في السن. أي نعم يمكن الأطفال شوية مش معرضين قوي للإصابة بالفيروس زي كبار السن، ولكن برضو لازم يكون في حذر، لان مناعتهم ما بتبقاش قويه بالقدر الكافي، خصوصا الاطفال اللي هم اقل من 6 سنوات. كمان الحظر يمكن والازمه دي عبير خرجت كده المعدن الاصيل والطيب للشعب المصري. خرجت المعدن الاصيل للشعب المصري في المساعدات. احنا كتير مننا بنساعد جيراننا، لازم نعمل ده. واكيد احنا شفنا منتشر على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ان احنا ازاي نقدر نساعد جارنا اللي محدود الدخل، او اللي لا قدر الله تعبان ومش قادر يخرج. ابسط حاجه نعمل شنط فيها ادويه او اكل ونحطها على باب البيت. احنا كده مفيش حاجه اسمها نخاف ودواباء احنا خايفين واخدين كل احتياطاتنا وبنعقم ولابسين الجوانتي ولابسين الكمامه، بس مش معنى كده ان احنا نوصمه ان هو عنده حاجه
ممكن هي معديه بس احنا ممكن نتعامل. طب ما الدكاتره بيتعاملوا وهيئه التمريض بتتعامل، لازم نتعامل احنا كمان. بقول نبعد المسافه اللي الدكاتره قايلين عليها ونحافظ جدا جدا، بس نساعد يعني جاري مش عارف، جاري تعبان او جارتي تعبانه ومش عارفه تخرج تجيب طلباتها، ايه المشكله ان انا اجيب لها طلباتها واحطها لها في السبت او احطها قدام باب العماره وحد ياخدها؟ ليه لا؟ الاصابه بكورونا مش وصمه عار، يعني اللي بيصاب بكورونا يا ريت ويفضل ان هو يعرف كل الناس اللي حواليه او الناس اللي حصل اختلاط بينه وبينهم خلال الفتره اللي ظهر عليه فيها الاعراض علشان يقيهم، عشان حتى لو هم ما فيش اعراض ظهرت عليهم يبداوا يحللوا يعرفوا لو لا قدر الله في اصابه حصلت او انتقلت العدوى ولا لا. عجبني جدا فكره ان كتير من المشاهير اللي تم اصابتهم سواء اعلاميين او فنانين طلعوا قالوا وصرحوا، وده اللي احنا عايزين نعمله احنا كمواطنين عاديين اي فئه من فئات الشعب اللي عنده اصابه يبلغ الناس اللي حواليه. مش لازم اطلع اكتب على السوشيال ميديا يعني زي الفنانين والاعلاميين او الناس المشهوره، ولكن فكره ان انا اعرف الناس، اتواصل مع الناس، ابعت لهم، اكلمهم، انا لا قدر الله ربنا اصابني بالكورونا او فيا ريت الناس تكون واخده بالها من الجزئيه دي. فكره ان الشخص يعلن عن ده مش حاجه هتقلل منه، بالعكس المرض ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ويجب علينا احنا كمواطنين اي حد يكون محتاج مساعده زي ما قالت عبير في طرق كتيرة جدا نقدر من خلالها نوصل له المساعدة من غير ما يكون في تلامس بيننا وبينه. بنتمنى السلامة لحضراتكم، ربنا يقينا جميعا من شر الوباء، وربنا يا رب يرفع عنا هذا البلاء الحقيقة، لأنه خلاص الواحد وصل لمرحلة نعم من الخوف، ولكن ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. خلينا دلوقتي معكم سريعا نطلع نسمع أغنيتنا النهاردة ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية.